مرحبا مرة ثانية، طلاب جامعة هاشمية كلية الطب سنة خامسة. أنا اسمي خالد بدران، أخصائي أنف وأذن وحنجرة في مستشفى الأمير حمزة، اهتمامي تجميل الأنف. اليوم راح نحكي عن الهيرنج لوس. بحب أذكركم إنه أنا محاضراتي بتشمل إني بطرح سؤال وبقولكم تفكروا فيه، فبتكبسوا بوز وبعدين بتكبسوا ريبلاي وبتسمعوا الجواب. هاي الطريقة أحسن لأنها بتحفزكم تفكروا. بهمني الأسئلة الأجوبة تكون structural وتفكروا فيها بدقة. هذه الرسمة هي رسمة الـ ear بمختلف أقسامها من برا لجوا. هلأ الصوت بده يجي من برا اللي هو على شمال الرسمة، بده يدخل وبده يخلص وين؟ بالبرين اللي هي على يمين الرسمة. طب بناء على هالرسمة وين ممكن توصيل الصوت يوقف انه ما يروح للنهاية؟ بناء على هذا شو انواع الهيرينج لوس اللي ممكن تصير معنا بحيث الصوت ما بدخل من برا لجوا؟ يلا فكروا فيها. بوز ريبلاي. واحد اثنين. هلا الصوت بيجي من برا من هون على شمال الرسمة وبدخل لعند التيمبانيك ممبرين. بعد ما يدخل على التيمبانيك ممبرين بحرك السمول بونز اوف ذا اير اللي هم الاوسيكلز. هذه عبارة عن ساوند بتحول لميكانيكال انرجي. بعد الخط هذا الفاصل بصير الصوت بتحول من ميكانيكال انرجي اللي هو حركة البونز وبروح الكوكليا لإلكتريك انرجي. فبصير عندنا هيرينج لوس بيعتمد على الليفل وين هذا الصوت بيقدر يوصل لجوا. هل هو من برا الخط هل هو او من هو من جوا الخط. هذه هي اسمها التيونينج فورك. هلا التيونينج فورك ديفايس نضربها هيك تعطينا ساوند حسب الفريكوانسي تبعها. هلا شو بنعمل احنا بالريني تيست؟ احنا وي كومبير اير كوندكشن اوف ذا ساوند عن البون كوندكشن من ورا. هلا في حاله انه اذا احنا هون اير كوندكشن ما بنسمعه بس لما حطيناه بالبون نسمعه، معناته this is the conductive hearing loss. تخيلوا انه انتم مثلا حطيتوا قطنة بالدان، فاكيد مش رح تسمعوا الصوت، بس لما تحطوها على البون بتسووا تحويلة باي باس. فهيك الريني بصير اسمه ريني نيجاتيف. فهذا التست اذا هون اذا من ورا احسن من قدام معناته في conductive hearing loss. اوكي. هلا غير الريني في تيست ثاني قبل ما اجي للسنسور نيورال انجلوس لاستخدم الكوندكتيف اسمه ويبر. هذا ويبر نفس الشيء، تضربوا التيونينج فورك تحطوها ميد لاين. اوكي. في حال عندكم كوندكتيف لوس مثلا بالليفت اير بتلاقوا انه الساوند هذا اللي حطيتوه على البون راح ينتقل للإير with conductive hearing loss. اوكي. انتوا كيف بتفكروا فيها؟ انه انتوا لو عندكم تخيلوا مره ثانيه حاطين قطنه بالاكسترنال اير كانال وحطيتوا صوت هون، اكيد الصوت هذا راح يروح على الافكتد اير لانه انتوا لما حطيتوا قطنه هون ما عم تسمعوا برا من برا. اوكي. فتركز الصوت على الإير هاي، معناته ويبر lateralize to the affected ear إذا كان conductive loss مش sensorineural. اوكي. طيب هلا الموضوع الثاني اللي هو sensorineural hearing loss اللي هو عندنا المشكلة بالconduction of the sound beyond the ossicles يعني بالكوكلي، يعني الميكانيكال انرجي تبعت الاوسيكلز مش عم بتصير الكتريك انرجي عن طريق النيرف.
اذا عندنا احنا طيب سنسور نيورال هيرنج لوس مش كوندكتيف وعملته ريني ويبر، شو رايكم راح يكون الريني؟ مين احسن، الاير كوندكشن ولا البوند كوندكشن؟ واذا حطيتوا التونينج فورك على الهيد وين بدها تروح، للافكتد اير ولا الاوبوزيت اير؟ يلا جاوبوني. واحد اثنين بوز وريبلاي. بال سنسوري هيرنج لوس اذا عندي انا عندي الرايت اير افكتد، اذا عملت ريني قارنت الاير كوندكشن بالبون بكون الاير احسن من البون. اوكي هذا معناته ريني از بوزيتيف. اذا سويت ويبر حطيته هون بده يروح للأوبوزيت إير. أوكي هذا معناته lateralization of Weber to the left ear أو to the unaffected ear. هلأ مهم نعرف إنه الأوديوغرام بال conductive hearing loss في gap بين الإير والبون. تخيلوا أنتوا قطنة، إذا كان في conductive يكون في قطنة، معناته في gap الإير بين البون والاير، بس بالسنس نيورال ما في جاب بيناتهم، في هيرنج لوس بس without a gap between the ear and the bone. الهيرنج لوس زي اي سندروم او زي اي باثولوجي في البدي دائما تبدو congenital acquired. اوكي في congenital causes of the conductive sense neural هذه يعني كويت رير وما بنركز عليها. اهم شيء الاكوايرد كوز، فكروا لي ايش ممكن في اكوايرد بروبلم بيعمل هيرنج لوس اوف كوندكتيف تايب. يلا بوز وريبلاي. واحد اثنين. خليني اساعدكم مره ثانيه، تذكروا رسمه الاير، اذا في اكسترنال كانال وبعدين تيمبانيك ممبرين، بعد التيمبانيك ممبرين في اوسيكلز، هذه كلها مسؤولة عن conductive hearing loss. شو ممكن يصير في هناك barrier للساوند انه يدخل لجوا؟ يلا pause replay. واحد اثنين. اوكي اذا من برا اي اشي بسكر الاكسترنال كنال، ear wax, narrowing, otitis externa, foreign body, tumor وmost common wax. اوكي بعدين على tympanic membrane ممكن يكون الحركة tympanic membrane is disrupted، ممكن يكون وراء fluids مثلا blue ear او ممكن يكون كولستوما، شغلات رير بس هم انت اهم شيء تركزوا عليه يا اما wax سادد الاكسترنال ear canal او fluid behind the eardrum بحيث ان الصوت مش عم بدخل لجوه. طيب ايش acquired causes of sensorineural hearing loss؟ يعني انتوا لما تلاقوا نيرف ما عم بيشتغل، ليش هذا النيرف ما بيشتغل؟ فكروا فيها بطريقة سيستماتيك. يلا بوز ريبلاي. واحد اثنين. يعني مثلا خليني اساعدكم فيها، مثلا انفكشن، صار انفكشن بالنيرف هي بطل يشتغل. اوكي يلا فكروا فيها. واحد اثنين. اوكي يا اما اذا هاي ديفلوبمنتال هاي كونجنتال، يا اما انفكشس او تروما او tumors او vascular او drugs. هذول الاحتمالات اللي قدامكم بنطبقوا كتير كتير على pathologies في البديل، فدائما لازم تكون on the background of your thinking. خلينا نشوف ايش مثلا اسباب كل واحدة. الانفكشنز مرة ثانية viral, bacterial, fungal. الفارماكولوجي في كتير ميديسنز بيسووا نير ديستربشن، تروما، هيد انجري، نيورولوجيك ديس اوردر، مالتيبل سكليروسيس، فاسكولار، ستروك وما شابه، نيوبلازم، ممكن يكون شوانوما. اوكي هلا الهيرنج لوس بيجي بسندرومز، كل سندروم في هيرنج لوس مع شيء ثاني.
أنا هذول ما بركز عليهم كثير، بس مهم تعرفوهم. منهم الأشر سيندروم، هذا بيكون واحد عنده hearing loss مع eye problem، تقرأوا عنه. في واندنبرغ سيندروم، هذا hearing loss مع pigmentation problem. أوكي. في بندرد سيندروم، هذا بيكون عندهم hearing loss مع thyroid problem، تقرأوا عنه. ألبورت سيندروم، hearing loss مع kidney problem. أوكي. هاي الفوتوغراف عبارة عن child عنده abnormality بالفيشل فيتشر، يعني congenital problem. هلأ إحنا عادة لما نسأل سؤال بامتحان عن congenital issues منخاف، لأنه ما منكون دارسين الإمبريولوجي بشكل مفصل، لأنه الإمبريولوجي معقد. فما يعني منخاف لما حد يوجهنا السؤال عن congenital problem. أنا بدي لكم طريقة تفكروا فيها بحيث إنه الأمور تكون أسهل. إحنا لما نسألكم أسئلة عن congenital problem ما عم ندور على شو الجينيتكس، ولا عم ندور عن ال الرير ديفلوبمنت اللي بتشوفوها بالسندرومز. هلا انتوا لما تشوفوا abnormal facial features لازم تفكروا بسب يونتس اللي مكون الفيس. ففكروا لي ايش في يونتس تعمل ديفلوبمنت للفيس بحيث هذه اذا صار فيها ديفكت بصير واحد عنده سندروم. يلا فكروا فيها. ستوب وريبلاي، واحد اثنين. مرة ثانية، احنا لما نفرجيكم فوتوغراف اوف congenital problem خصوصا لما تداوموا بالبيدياتريكس، احنا ما عم ندور على الجينيتكس. في مرات بسألكم جينيتكس، بس باغلب الحالات احنا بدنا نعرف هل انتو عندكم دراية basic knowledge بالامبريولوجي. اوكي. فعادة لما يصير development بالبودي بصير في bands اسمهم برانكيال ارشز. برانكيال ارشز كيف اصابع، تشوفوا اصابع كيف بتيجي هيك وبتلتقي، كل اشي بكون فاتح بعدين كل اشي بسكر. اوكي. فعادة ال head and neck area the main three arches اللي هم the first three arches: first bronchial arch, second bronchial arch, third bronchial arch. هدول الارشز بيجوا هيك وبسكروا على بعض. فأي defect بارش تعمل dysmorphic features. يعني أنا مثلا إذا عندي problem بالfirst arch بتلاقي بدأت المشكلة هون، صارت إذن صغيرة بتمشي لهون صارت أم صغير، فكلها one band من هون لهون، نفس الشيء من هون لهون. بعدين إذا 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 الـ two arches ما سكروا بصير في defect. أوكي. فهذه بتسهل عليكم التفكير لما يجي عندكم abnormality بالfacial feature. طيب بناء على المعلومات اللي حكيت لكم إياها، افرضوا هذه الصورة إجتكم بامتحان أورال وقالوا لكم describe what you see and what you think. يلا pause، فكروا فيها pause و replay. واحد اثنين. يعني أنا قصدي لما فرجكم هيك صورة الممتحن بدور إنك أنت عم تحكي كلمات معينة، شو هم الكلمات المعينة اللي بتستخدمها لما توصف هيك فوتو؟ يلا فكروا فيها pause و replay. هم الشغلات اللي بدوروا عليها. أوكي. واحدة this is a clinical photograph of a child, okay, showing يا إما abnormal facial features، هي أول واحدة، أو showing deformity. دوم يسمع deformity، ما تستقلوا كلمة deformity، مهمة تحكوها deformity، أو بدهم يسمعوا syndromic features. okay. بعدين تنتقلوا ل
للشغلات الثانية اللي هي large forehead, large distance between the two eyes, small chin, low set ears. Okay. هذه الصورة اللي فرجيتكم إياها هي تريتشر كولن سيندروم. هو اعرفوا تريتشر كولن سيندروم, بس الأهم من هيك تعرفوا how to describe it, لأنه أنتوا كثير بيكون لكم سيندرومز يعني ما راح تلحقوا عليهم. أوكي, بس أنتوا البيزك نوليدج هي ثابتة. أوكي, إذا هذا تريتشر كولن سيندروم هو congenital syndrome. Okay, present as abnormal facial features or syndromic features. Okay, due to شو السبب؟ يلا حطوا pause وريبلاي. واحد اثنين. لما نقول لكم شو السبب ما تخافوا تقولوا احنا ما درسنا. لا, due to abnormal branchial arch. Okay, هاي بتكفي. Alright, هذول بكون عندهم, لانهم عندهم branchial arch في ديفكت, فالبرنك الارش بيبدا دائما من الاير بنزل لتحت, فلما يكون ابنورمال البرنك الارش معناته اكيد عندهم هيرنج لوس. هيك فكروا فيها. اوكي, الفيشل فيتشرز اللي هي اللوس, شغلات كثيره, بس المهم تعرف انه كلها هاي سببها البرنك الارش. اوكي, هاي السلايد بتذكركم بالريني والويبر, انه الريني بوزيتيف بتكون بالسنسوم نيورال, بتكون نيجاتيف بالكوندكتيف. الويبر بنحط على السنترال, ات لاترالايز تو ذا افكتد اير اذا كان كوندكتيف, واذا كان السنسوم نيورال بروح للاوبوزيت اير. اوكي, هلا الاوتوسكلروسيس هو معناته الاوسيكل اللي هي ستيبس ون اوف ذا اوسيكلز ما عم تتحرك ثابته. شو رايكم هذا كوندكتيف ولا سنسوميورال؟ يلا بوز ريبلاي. واحد اثنين. اوكي, هذا كوندكتيف, كوندكتيف تايب. اوكي, باوتوسوم شغلات كثيره بتقراوها, اهم شيء تعرفوا عنه انه بيجي بالبريجننت اكثر شيء, وبيجي باليونج, فالديفنس بكون كوندكتيف تايب. اوكي, مع hearing loss و tinnitus, بس بكون يعني الميزته هو دائما conductive hearing loss عندنا, يا اما external canal problem. اذا external canal normal بتكون middle ear problem اللي هي tympanic membrane او الاوستيكلز. اوكي, هلا ال middle ear problem في قسمين, يا اما قسم عندنا بالtympanic membrane نفسه مثلا بكون في هول, اذا كان في الهول التيمبانيك ممبرين هذا بيعمل لك كوندكتيف هيرنج لوس. اوكي, او بيهايند ذا تيمبانيك ممبرين. هلا البيهايند تيمبانيك ممبرين يا اما الاوستيكلز ما بتحركوا, يا اما في فلويد, هذا بسوي كوندكتيف هيرنج لوس. اوكي, كيف بدك تميز بين المشكله بالموفمنت اوف ذا سمول بونز جوا او فلويد؟ عن طريق الابيرنس اوف ذا تيمبانيك ممبرين. اذا كان تيمبانيك ممبرين ضل, هذا بكون في معناته فلويد, بكون جلو اير, هذا هو السبب بالكوندكتيف هيرنج لوس. اذا كان نورمال بس المريض عنده كوندكتيف هيرنج لوس as suggested by Rene Weber test, معناته المشكله الوحيده تكون الاوسكلز ما عم تتحرك. اوكي, الباثوجينيسز مش مهم تعرفوها. مرة ثانية هون ال 3 اوستيكلز في ميليس انكس ستيبس, كون ستيبس ما عم تتحرك. اوكي, ستيبس ما بتتحرك, نفس الشيء هون. اوكي, السيمتومز تبعتها بكون عندهم هيرينج لوس. اوكي, ممكن يكون unilateral, ممكن يكون bilateral. اوكي, هلا ال اشدو ذا هيرنج لوس ممكن يصير في عندنا تينيتس وفيرتايجو. طيب هلا احنا في اجى عندنا مريض بكوندكتيف هيرنج لوس, كوندكتيف هيرنج لوس
فحصنا ريني ويبر قال انه هذا عنده كتوتيف هيرينج لوس. اجى هلا دور انه نطلع جوا، نطلع جوا شو الاشي، شو الاشي بالاكزامينيشن اللي بخليكم تشكوا انه هذا اوتوسكلروسيس، يعني هاي البون البونز جوا ما عم تتحرك. اوكي بيزد اون ذا ريني اند ويبر، يعني بطريقه ثانيه انه هذا بروبلم انه البونز ما عم بتحركوا، مش مثلا يكون واكس، مش يكون جلو اير انه هو فلويد بيهايند ايدرم. شو الشغله، اهم شغله بتخليكم تشكوا انه هاي عباره عن اوتوسكلروسيس، البونز ما عم تتحرك. فكروا فيها، بوز وريبلاي، واحد اثنين. اهم شيء بالاكزامينيشن اوف ذا اير اللي بقول لكم انه هذه اوتوسكلروسيس اللي هو نورمال ايدرم، نورمال ايدرم، لانه اذا كان غير هيك، اذا كان مثلا بلو اير فلويد بيهايند ايدرم عامل كوندكتيف، بكون التيمبانيك ممبرين ضل. اذا كان في واكس بتشوفوا واكس. عشان هيك this is an example انه normal examination مش معناته waste of time. normal examination بيعطيكم information انه هذا الدياجنوزز هيك مش هيك. اوكي طبعا شفتوا انتم بالسلايد السابقه اللي هي another signs شوارت ساين، بس هذه رير، هذه مو مهم، مو مهم تعرفوها، مهم تعرفوا، مهم تعرفوا انه الاكزيميشن اوف ذا ايدرم از نورمال اذا كان في ابنورمالتي بالاوستيكلز، لانه احنا بالاكزيميشن ما بنشوف الاوستيكلز. اوكي هلا الانفستيجيشن في شغلات كثيره، سي تي سكان ومر اي، بس احنا ما بنعملها. نعمل اهم شيء هي بي تي اي اللي هو اوديوغرام، اللي هو وي اكزامن ذا ثريشولد ذا ليفل اوف هيرينج. طب فكركم انتم البي تي اي بالاوتوسكلروسيس بكون في جاب بين الاير كوندكشن والبون كوندكشن ولا ما بكون؟ يلا فكروا فيها، بوز ريبلاي، واحد اثنين. بما انه كوندكتيف لوس معناته في جاب الـ بين البون كوندكشن والاير كوندكشن. اوكي هذه سي تي سكان، هاي بتيجي زي كورونال سكشن، بتفرجيكم الايرز، جاي كروس كورونال سكشن بالايرز، في الرايت وفي اللفت. هلا عشان تتعرفوا على تو بي فاميليار وذ سي تي سكان اوف ذا اير، اول شيء الخط الاحمر هذا هو الاكسترنال كانال، شايفين من برا بدخل وين؟ لعند للليفل اوف ذا تيمبانيك ممبرين. بعدين الاخضر هاي الميدل اير، ميدل اير فيها اوستيكلز، هذول التنتين مسؤولين اذا كان في ابنورماليتي معناته كوندكتيف هيرينج لوس. اوكي هذا الكوندكتيف سبورتد باي ريني ويبر اكزامينيشن وسبورتد باي اوتوسكوبي. اوتوسكوبي لما تطلع جوا بنشوف اذا في واكس معناته هو السبب، اذا ما في واكس بننتقل للتيمبانيك ممبرين. التيمبانيك ممبرين اذا ضل معناته في فلويد، اذا مش ضل معناته اوستيكل بروبلم. اوكي بعدين الازرق هذا اللي هو الكوكليا، هذا بسوينا سنسور نيورال هيرينج لوس. اوكي هلا احنا ممكن يا كوندكتيف يا اما سنسورلي يا اما ميكست هيرينج لوس. اوكي طب خليني اسالكم سؤال، اجاكم مريض باوتوسكلروسيس عنده هيرينج لوس، هاو دو يو مانج اوتوسكلروسيس؟ يلا بوز وريبلاي، واحد اثنين. طيب خليني اساعدكم شوي، انا مش طالب منكم تعرفوا عن اوتوسكلروسيس ولا شيء، ولا شيء تعرفوا، بس شغله واحده، اوتوسكلروسيس هو هيرينج لوس ديو تو ابنورماليتي ان ذا موفمنت اوف ذا ستيبس بون. بس يلا فكروا فيها، بوز ريبلاي، واحد اثنين. انا سالتكم هالسؤال لانه عم بدور على شغلتين. اوكي اول شيء تسالوني it depends on the degree of hearing loss، لانه اذا mild degree ما بعمل له شيء، اذا severe بساعده. هاي اول شغله. شو الشغله الثانيه اللي عم بدور عليها؟ يلا بوز ريبلاي، واحد اثنين. الشغله الثانيه اللي بدور عليها هي is it one ear
or two ears. لأنه one ear تفرق عن two ears. افرض أنا عندي one ear والear الثانية شغالة. أوكي؟ أنا خلص ممكن 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 I will not need any further management. طيب إذا حكيته هالشغلتين how bad was it unilateral or bilateral. طيب برد بسأل السؤال خلصنا منهم how do you manage افرض المريض عنده significant hearing loss both ears how do you manage it يلا pause replay 1 2 أنا بتوقع منكم كيف تجاوبوني تقولوا لي في ثلاث شغلات ممكن نفكر فيها زي أي disease في lifestyle modification يعني مثلا واحد عنده sclerosis you want to prevent further deterioration بالhearing فadvise patient to protect the hearing هذه لحالها لما تكون بامتحان وتحكيها والله بقول هذا عم بفكر كويس هو مش بس بده يعالج هو he will prevent deterioration اوكي الشغله الثانيه تحكي conservative او medical اوكي drugs اي شيء انا ما يعني مش ضروري انتم تكونوا عارفين الديتيلز بس انتم احكوا conservative اوكي بعدين intervention طيب مره ثانيه intervention excuses شو يعني intervention يلا pause the replay 1 2 الانترفنشن مش معناته سيرجري راسا دائما فكر ب two options في options قبل السيرجري اللي هي تعطي healing aids healing aid بعدين operations اللي هي برضو you don't have to know it just replacement of this bone with a plastic piece بس هي مش ضروري تعرفوها اوكي هلا specific uses هو عبارة عن deterioration of the hearing as we grow دائما لما الواحد يصير معي aging كل شيء deteriorate prespy اللي هي لها علاقة بالaging cuses لها علاقة بالhearing اوكي okay. انا وضحت لكم بالسلايد السابقة انه it's a deterioration of the hearing بصير شوي شوي طب based اللي حكيت لكم اياه How you define perspicuous? يلا فكروا فيها. Pause replay. Perspicuous بدكم تركزوا بال definition of any syndrome. كيف course of action كيف course تبعه هو slow progressive يعني شوي شوي okay high frequency هم بالكبار بسميهم high frequency مش low frequency أول شيء يعني مثلا إذا حكيت لهم الـ consonants مثلا الأحرف consonants ما بيقدر يسمعهم compared to the vowels يعني افرض حكيت لواحد كبير السماء زرقاء ما بسمعها السماء بسمعها الماء بتروح الاس لأن الاس high frequency sounds أوكي عشان هيك الكبار بيقولوا لك إحنا نسمع بس ما نفهم مثلا لانه بتروح منهم حروف معينه عندها high frequency features اوكي اذا slowly progressive high frequency symmetric يعني هاي زي هاي hearing loss due to aging process اوكي هذه في منها بتكون peripheral لما نحكي احنا peripheral hearing loss نقول يعني براني النيرف او سنترال اللي هي البرين اوكي احنا حتى نحكي هذا perspicuous اوكي او aging process احنا بنركز انه يكون symmetrical ليش افرض كان asymmetrical يعني ear اكثر اسوأ من ear شو بتفكروا يلا pause و replay 1 2 طيب مره ثانيه يعني انا اذا عندي ear اسوأ من ear انا بخاف وبطلب راسا ايميجينج مره ثانيه ليش بوز ريبلاي احنا اي اسيمتري في اني وير ان ذا بودي بتخوفنا تو ريزنز واحده ممكن تكون تيومر عامل مشكله او ممكن تكون فاسكولار ايفنت مثلا ستروك يعمل مشكله اوكي بالبرسبيكوسز برضه بشكر الناس انه اذا كانوا بحفله ما بيقدروا يسمعوك لانه في باك جراوند نويز
هذه الشغلات بتفرقها عن conductive loss. اوكي طيب what is the treatment of presbycusis؟ فكروا فيها يلا بوز ريبلي 1 2. اوكي دائما الجواب how bad is presbycusis؟ اذا كان mild تتركه you don't need to treat it. اوكي افرض مش bad، افرض انه bad how would you manage it؟ يلا بوز ريبلي. اذا lifestyle medication we avoid further deterioration، هي اول شغله. بعدين hearing aids، hearing aids عشان تحسن. اذا very bad ما بزبط وقتهم we proceed to intervention. مو ضروري تعرفوها intervention، بس في عندنا cochlear implants وشغلات يعني ممكن we can help with hearing loss، بالاضافه الى rehabilitation. Actually rehabilitation هي more important than operations أو cochlear implant، لأنه rehabilitation دائماً إحنا بنعالج عن طريق إن نستعيد عن الهيرينج مثلاً بليب ريدينج. يعني بتلاقوا مثلاً إنه اللي عندهم hearing loss بتطلعوا على الليب ريدينج عشان يقدر يفهموا. أوكي هلا تذكروا إحنا لما حكينا acquired hearing loss شو أسبابه؟ حكينا infections، tumors، vascular events. برضو في medical medicines دائما often على فكرة often ال pathologies اللي بتصير due to medicines، يعني إحنا we inflict the disease، هاي often missed، they often missed لأن الناس ما بتفكر فيها. تذكروا إنه lots of pathologies إحنا السبب، إحنا لما أعطينا المريض دواء احنا اللي عملنا الباثولوجي. اوكي فهون اوتوتوكسيسيتي هيرينج لوس ديو تو جيفينج ميديكيشنز. طبعا احنا بنعطي الميديكيشن بجود انتنشن، بس هاي السايد افكت اوف ذا ميديكيشن دائما لازم تكون ببالكم باي باثولوجي. اوكي طيب شو الميديسنز اللي بتعمل الاوتوتوكسيسيتي يعني اللي بتاثر على الهيرينج؟ فكروا فيها يلا بوز ريبلي 1 2. اهم شيء اللي هي الجنتامايسين. الجنتامايسين اللي هو امينو جلايكوزايد، هو اللي بيعطوه بالاي سي يو بكونوا سبتيك بيشنتس. فعشان هيك السبتيك بيشنتس اللي بكره لما قدامه بالميديسن بتلاقي انه لما يعطوا جنتامايسين لازم يراقبوا الهيرينج. اوكي طيب افرض انا قلت لكم الجنتامايسين بيعمل هيرينج بروبلم، شو الاذر سيمبتومز ابارت فروم ذا هيرينج لوس اللي بتصير مع اي دراج بيعمل problem بالinner ear اللي هي الhearing loss؟ فكروا فيها يلا pause replay مرة تانية. انت اعطيت medicine بيأثر على inner ear، سوى hearing loss، شو another two symptoms اللي بيعملها؟ يلا pause replay 1 2. اوكي another two symptoms اللي هم vertigo وtinnitus، لانه على فكرة مش rocket science. انت لما تشوف الinner ear بتلاقوا انه في الفانكشن تبع الاير اللي هي الهيرينج معناته هيرينج لوس. الهيرينج لوس بيجي مع تينيسس اللي هو ساوند بالانر اير. بعدين الانر اير مسؤول عن البالانس، معناته اي بروبلم بتعمل هيرينج لوس فكروا انه ممكن تسوي فيرتايجو، لانه الكوكليا قريبه من السيمي سيركلر كانال. عشان هيك مهم تعرف الاناتومي فيري فيري ويل عشان تعرف الباثولوجي. اوكي الكوكليا قريبه من الكنالز، معناته اي هيرينج لوس ممكن يصير معها فيرتايجو. اوكي هون حكيناهم. اذا في عندنا الامانو جلايكوسايدز اللي هو الجنتامايسين، في اللوب ديوريتكس اللي هو فورزيمايد مثلا، وفي السلسلات الاسبرين، هذول بيعملوا هيرينج لوس. هلا النويز انديوسد هيرينج لوس هو بيزيكلي هيرينج لوس ديو تو ريكرنت اكسبوجر تو لاود ساوند. اوكي لما احكي معكم عادي بطريقه عاديه، ها عم بحكي معكم ب 60 ديسيبل، لما اوشوش بتكون 30 ديسيبل، لما اصرخ 90 ديسيبل. فاحنا عندنا الكت اوف بوينت بتوين نورمال كونفرسيشن اند لاود اللي هو ممكن يعملنا هيرينج لوس اللي هو 90 ديسيبل. هاي البوينت ات ويتش ذا نويز اندوسد هيرينج لوس ستارت.
is a noise induced hearing loss is caused by a sound threshold of more than 90. هاي بصير ممكن direct mechanical damage أو metabolic effects على ال ear شغلات معقدة. هلا ال loud sound مثلا افرضوا طيارة مرت فوقية، هاي أنت عم تحكي عن 120 decibels or more. اوكي، ف the higher the sound that you're exposed to, the more noise induced hearing loss you get. اوكي، وعادة الناس هاي مهمة بال occupational health. يعني افرض واحد بيشتغل بمصنع بقولوا له إذا والله أنت you are exposed to sound thresholds more than 90 for more than 8 hours you have to wear ear protection. إذا كنت تشتغل محل you're exposed to sound of 120 or more for 4 hours يعني لمدة أقل you have to wear ear protection. فكلها فيها حسابات. في عندنا threshold shifts بصير when you are exposed to sudden loud noise مثلا انفجرت جنب قنبلة، بتلاحظون بصير معك طنة بدانك، ممكن يصير عندك hearing damage. هذا hearing damage اللي بيهمني فيه أنا إنه تعرف إنه في إشي اسمه temporary وفي إشي اسمه permanent. يعني ممكن يكون صار معك هذا بينطبق على أي pathology في البدي. هل هذا الباثولوجي إشي permanent ولا temporary؟ أوكي، هذه النقطة اللي لازم تعرفوها تقرأوا عنها. زي ما حكيت لكم بالنسبة للإكسبوجر تو ساوند ديورينج ورك، اللي بيهمنا what is the maximum time you can be exposed to a sound before you get a hearing loss. الماكسيمم 8 hours بالنسبة لل 90، بالنسبة لل 120 بتنزل ل 4 hours. اوكي، فكل ما زادت الانتنسيتي اوف ساوند that can cause a hearing loss you have a safety period of less time to be exposed to. اوكي، يعني عندك بتشتغل انت مثلا بمطار وفي فوق طيارات at 120 decibel you have a maximum of 4 hours okay before you get hearing loss. عشان هيك you have to wear hearing protection for that period of time حتى تمنع حالك من الهيرينج لوس. هذا diagram of audiogram XY. الاكس اكسس اللي هي الفريكوانسيز والواي هو الهيرينج ليفل. نركز على الواي الهيرينج ليفل، بيبدا من زيرو من فوق وبعدين 100 لتحت. يعني زيرو اذا كنت عند الزيرو معناته انت يو نيد، او كنت عند العشرة انت يو نيد 10 ديسيبل بس حتى تسمع. اذا كنت تحت بدك 100 حتى تسمع، معناته انت يور هيرينج از باد لانك انت بدك loud sound حتى تقدر تسمع. فكل ما الإشارات كانوا فوق كل ما كان أحسن. هاي it spreads across many frequencies. low مثلا صوت الرجال low، ال high frequencies صوت الستات أو العصافير بتكون high frequency. لاحظوا إنه كل ما نروح ال high frequencies بتنزل ال hearing thresholds. معناته هاي suggest اللي هي sensory neural hearing loss إذا كانت sloping. بالnoise induced بتنزل لل 4000 decibel أكتر إشي وبعدين تفوت تطلع. بالprespicuous بتنزل نزول. أوكي، فدائما عندنا maximum exposure to sound at a certain level before you get noise induced hearing loss. أوكي، مرة تانية ليش واحد hearing loss إذا كان unilateral من خاف من إيش؟ شغلتين يلا فكروا فيها. pause replay. واحد اثنين، بنخاف يا اما من ستروك يا اما من تيومر. اوكي، دائما الستروك اللي بتسوي هيرينج لوس هاي بتفيكم بالنيوروسيرجري برضه والنيورولوجي. في تو البوستيريور سيركيليشن من ورا اللي هو البازلر او الفيرتبرال ارتز، اللي قدام هو الكاروتيد. البازلر هذا بيعطي ايش اسمه ايكا وبيكا. ايكا اللي هو انتيرير inferior cerebral artery وبايكا posterior inferior cerebral artery. هذا بيأثر على كل المنطقة هاي اللي هي الهيرينج والبالانس واللور كرينال نيرفز. فدائما الواحد لما يصير انكم يجيكم بهيرينج لوس مع بالانس بروبلم
مع lower cranial pulses. لما نحكي lower يعني 9 و10 و11 و12 مثلا، بحرق ما بقدر يحرك تمه، بصير عنده vocal cord palsy، هذا suggestive of stroke. هذه خليها لكم، لان المعلومه هاي راح تجيكم كثير بعدين. ايش ال posterior circulation stroke signs and symptoms؟ اوكي، دائما زي ما حكينا انه بنعمل MRI to exclude acoustic neuroma. Acoustic neuroma هي كانسر ولا مش كانسر؟ يلا بوز ريبلاي، واحد اثنين. لا، acoustic neuroma مش كانسر، هي benign tumor. اوكي، طب هي ليش مع انها benign tumor ليش بنخاف منها؟ يلا بوز ريبلاي، واحد اثنين. لانها في delicate area، في كثير confined area، في bone حواليها، بعدين في important structures ممكن تخربهم. اوكي، acoustic neuroma اذا it's benign tumor, okay, of the vestibular أو acousto اللي هو eighth nerve. Okay. Okay. هون عنا. Okay. The audiogram بال acoustic neuroma. شو the typical features تبعته؟ يلا فكروا. Pause or replay. اوكي، اذا اسيمتريكال، دائما اسيمتريكال هو ال دائما امبورتنت بوينت، وبكون في هاير هاي فريكوانسي هيرنج لوس. اوكي، في ستيجز، في ايرلي ستيج وفي ليت ستيج. شو رايكم الايرلي ستيج وشو رايكم الليت ستيج؟ يعني بطريقة ثانية، لما يكون صغير شو السيمتومز، لما يكون كبير شو السيمتومز؟ اوكي، لما يكون صغير بسوي hearing loss. اوكي، وبالانس بروبلم، لانه المنطقة اللي بخربها هي limited. طب لما يكون advanced تكبر كثير شو بسوي؟ يلا pause or replay. اوكي، بسوي برين، بدخل على البرين وبسوي انكريز انتركرينال بريشر. اوكي، طيب انا بدي اسالكم هلا، الواحد لما يصير عنده هاي انكريز انتركرينال بريشر ليش بموت؟ شو السبب؟ واتس ذا كوز اوف ديث؟ يلا بوز ريبلاي. ذا كوز اوف ديث ويل بي هيرنيشن اوف ذا برين. فلما يصير في هيرنيشن اوف ذا برين، ريسبيرتي سنتر اللي هو موجود في المدله، ات ويل بي كومبريست، وبصير مشكله. ضروري تعرف الـ sequence of pathology. يعني احنا عندنا tumor، شو بصير اذا تركناه وكبر؟ هاي مفروض تعرفوها. اوكي، مع انه benign tumor بس لانه في limited area، وضروري تعرفوا شو ليش بسبب death. بسبب death لانه بزيد الـ intracranial pressure. هذه معلومة في كثير ناس ما بيعرفوها by the way. اوكي، هون التيومر، وهون MRI بتفرجيكم ال presence of tumor on the right side. High signal دائما بالMRI لما يكون اشي white بسوي له high signal. بالCT scan اوكي بتقولوا له radio opaque. في فرق بين description of MRI and CT scan. هاي كثير شغلة مهمة تعرفوها. التمبانومتري هو بنحط بروب بالاير، ومن اتس ان دايركت واي تو ميجر ذا بريشر ان ذا ميدل اير. ليش؟ لانه احنا بنحط البروب برا، بس احنا ما بنخزق الطبله وبندخل جوا، لا، بنقيس البريشر بالاكسترنال اير، وهذا ان دايركت واي بيحكي لنا شو البريشر بالميدل اير. لانه البريشر بالميدل اير معظمها اكثر شيء بتهمنا في البلو اير. اوكي، لانه بكون التمبانومتري فلات. اوكي، طب بدي اسالكم، هذا التمبانومتري سبجكتيف ولا اوبجكتيف تيست؟ يلا بوز ريبلاي، واحد اثنين. اوكي، هذا التمبانومتري ما بده بيشنت كوبريشن، يعني ممكن تعملوا له بواحد عنده منتال ريتارديشن. طب هذا سبجكتيف ولا اوبجكتيف تيست؟ يلا بوز ريبلاي، هذا اوبجكتيف تيست لانه ما بدهش بيشنت كوبريشن. هلا نورمالي بكون A، هذا الA بالخط الأخضر.
ممكن اذا نفس الكيرف زاح صار سي، هذا بسموه تايب سي اللي هو اسوشيتد تيوب ديس فانكشن. بس اكثر شيء بهمنا اذا صار بي، اذا كان فلات، هذا فلات معناته في فلويد بيهايند ذا ايدروم. اوكي، عشان هيك اذا كان واحد مع اوتوسكليروسيس بكون عنده كوندكتيف هيرينج لوس، بس بكون عنده نورمال تيمبانومتري مقارنه مع كوندكتيف هيرينج لوس مع فلات اللي هو بي تايب. اوكي، في شغلات ثانيه برضو اي اس و اي دي. اوكي، هذه امثله. اذا A اللي هو نورمال، B اللي هو فلات، اهم شيء الفلات تعرفوه انه هو جلو اير او بيرفوريشن اوف ذا تيمبانيك ميمبرين. وC اللي هو زايح، زايح على الشمال، معناته في نيجاتيف بريشر، معناته اوستيشن تيوب ديس فانكشن. اوكي، البي تي اي اللي هو البيور تون، هذا بتحط سماعة المريض وينتروديوس نوزز او ساوند اوف فيروس انتنسيتيز، وبتحكي للمريض اذا سمع هذا يعطي ريسبونس عنده. So you're testing the patient response to various noises with intensity. طب شو رايكم، هذا objective ولا subjective test؟ يلا pause و replay. بما ان المريض لازم they have to respond، معناتها بدك cooperation، معناتها هذا subjective test. Okay. So this will identify the healing thresholds. يعني إذا واحد عرفه we know the hearing thresholds. هل هي thresholds واطي ولا عالية؟ Okay. Hearing thresholds يعني أنا بسمع كويس ولا ما بسمع كويس، هاي ال hearing thresholds. وبفرق بين sensorineural وال conductive. Okay. إذا audiogram زي ما قلت لكم إنه في إنه XY الاكس اللي فريكوانسيز والواي هي الساوند انتنسيتي. اذا كنت فوق بتكون تسمع كويس، واذا كنت تحت ما بتسمع. احنا هون وي تيست بون واير كوندكشن. اوكي، اذا ما فيش جاب بين البون والاير ات ويل بي ايذر نورمال اور ات ويل بي سنسورال لوس. اذا في جاب معناته هاي it suggests conductive hearing loss. طبعا we test sounds across several frequencies. اوكي، هون مثال على الاوديوغرام. في عندنا هون في الليفت دايجرام الابر سيمبلز هم البون كوندكشن، واللور سيمبلز اللي هم الاير كوندكشن. البون كوندكشن الابر سيمبلز اللي هم اقل من 30، هذا اللي بيكون اقل من 30 suggests of sensorineural loss. لاحظوا انه في gap بين البون كوندكشن بين وبين الاير اللي هم الدوائر تحت. اذا في gap هذا suggestive of conductive loss. هون عندنا بس على ال 250 وال 500 هون بيلتقوا، لاحظوا بال 1K بيلتقوا، فهذه suggest of both sensorineural and conductive. هاي مثال على الميكست hearing loss. اوكي، إذا في عندنا تو رولز، واحد البون كوندكشن أقل من 30 هاي سنسورال، والرول الثاني هي الجاب بين الاير والبون أكثر من 10، هون أكثر من 10 فهي سجست ايش؟ كوندكتيف إليمنت. هون عندنا التنتين مجتمعين معناته هي ميكست هيرينج لوس. أوكي، أنذر دايجرام. هذا الدايجرام مثلا فوق اللي هي على الزيرو زي ارو رايح الشمال، هذا البون كوندكشن. لاحظوا انه اكثر من 30 معناته ما فيش مشكله بال اتس نوت سنسورال. اوكي، بعدين في عندنا الدوائر هذه يعني 10 ديسيبل بينه وبين البون، فهذا نورمال هيرينج. اذا اخذنا الاكس، افرضوا الدوائر تحولت لاكس اللي هي تحت ال 40، يعني احنا عندنا البون كوندكشن فوق على الصفر والاير صار 45 اللي هو الاكسات، شو بكون نوع الهيرنج لوس؟ يلا بوز ريبلاي 1 2. اوكي، بما انه البون كوندكشن اكثر من 30 هذا نورمال هيرنج، بما انه الجاب بين البون والاكس اكثر من 10 معناته هذه كوندكتيف، معناته هذا عنده المريض كوندكتيف هيرنج لوس.
زي اي سيمتوم في البدي في دائما رانكينج اوف ذا سيمتوم، يعني في شيء مايلد مودريت سيفير. ما ينفعش كل المرضى عندهم سيفير او كل المرضى عندهم مايلد، الناس بيختلفوا، ناس عندهم حراره واطي، ناس عندهم حراره عاليه. فنفس الشيء عندنا رانكينج او ديجريز اوف هاو باد از ذا هيرينج لوس. في عندنا نورمال، مايلد، مودريت، سيفير، بروفاوند. هاي بتقراوها. فإت ديبندز اون ذا الساوند انتنسيتي ذا الاو يو تو هير. اوكي، الهيرينج ايدز في منها الهيرينج ايد بيزيكلي اتس ديفايس تو امبليفاي ذا ساوند بس. اوكي، يا اما بتكون ورا الاذن او اللي خايفين يتبين او بحسوا. دائما الناس عندهم مشكله بالهيرينج ايد انه بحسوا it's one step towards the grave، لانه بيقولوا لك اه انا كبرت. بس الناس مثلا النظاره عادي ما بتفرق معها، بيقول لك اه انا بلبس نظاره مش مشكله، بس الهيرينج ايد ما بلبس. فهذه it's a big barrier للهيرينج ايدز. ممكن يكونوا ورا الاير، ممكن يكونوا جوا الاير كانال، هي behind the eardrum، في in the canal نفسها. اوكي، في جزء منهم في مايكروفون اللي هو بجيب الصوت، وفي ريسيفر اللي analyze the sound. اوكي، في منهم انواع in the ear، completely in the canal، invisible، شايفين هاي انواع الهيرينج ايد. اوكي، ضروري دائما تذكروا انه الهيرينج ايد لما حطها بيجون المريض المرضى انه دائما الاير واكس بتجمع، لانه انت لما تستعمل هيرينج ايد كانك انت عم تحط كوتون بود جوا بتجمع ال 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 الواكس. هذيك الهيرينج ايد حيث معناها اذا ثرو ذا، يعني اتس ثرو ذا اير، يعني انه هم كيف بيجيبوا الساوند وذي امبليفايد وبدخلوه ثرو ذا اير. بس اذا انت استعملت اسمه بون هيرينج ايدز، انت بتحطه بالبون كيف الريني والوبر، الريني تيست بوزيتيف والنيجاتيف. يعني في طريقه نسمع فيها عن طريق الاير، نحطها التيونينج فورك، نجيب التيونينج فورك، شايفين هيك نسمع عن طريق الاير احنا. طب اذا احنا حطينا التيونينج فورك على البون، لزقناها، كيف الساوند انتقل للبرين؟ يلا فكروا لي فيها، بوز وريبلاي، 1 2. بيزيكلي لما تحطوها هون الساوند انتقل رأسا للكوكليا، يعني هو باي باس، هو تحويله. فنفس الشيء هون البون انكرينج ايد اللي هي بجيب الساوند، ات باي باس الاكسترنال كانال والميدل اير، بتروح رأسا وين؟ على البرين. هذول الناس ما بيقدروا يستعملوا الهيرينج ايد ثرو ذا كانال لانه في عندهم مشاكل او مسكره. اوكي، شايفين هاي الساوند ات باي باسز ذا اكسترنال كانال والميدل اير. مش ضروري تعرف التكنولوجيا تبعتها، بس اعرفوا برنسبل واحد، هي باي باس. هذا بدي اياكم تعرفوه. اوكي، كوكلير امبلانت هاي ادفانسد، هاي بدها سبيشلايزد بيبل، هاي اللي عنده بروفاوند هيرينج لوس كثير، بحيث انه احنا الكوكلي از نوت فانكشنينج اني مور، فاحنا نحط ديفايس عشان تنقل الساوند راسا، تحوله لا الكتريكال انرجي للبرين راسا، ات باي باسز ذا كوكليا. اوكي، شكرا.